لنهاية الموسم تقترح عليكم 3 أسئلة للحصول على جوائز قيمة من إهداء مؤسسة تير سبور للألبسة الرياضية ووكالة جميلة سفر للسياحة. السؤال الأول يقول: من كان هداف بطولة القسم الوطني الأول لسنتي 1965 و1972؟ إذا تمكنتم الإجابة على هذا السؤال يمكنكم الحصول على رحلة استجمامية لمدة أسبوع إلى إسطنبول لشخص واحد مع التكفل الكامل، وهذا من إهداء وكالة جميلة سفر للسياحة. اتصلوا بنا على هذين الرقمين. ونحن في انتظار مكالمتكم جمهوري الكريم. قلت أينما وجدتم. هذا عن السؤال الأول. ما عن السؤال الثاني الذي كما ستشاهدون ضمنه سؤالين في الحقيقة نتعرف عليه سويا. مؤسسة تير سبور للألبسة الرياضية بقسنطينة تمنحكم بدلة رياضية كاملة إذا تمكنتم الإجابة على هذا السؤال. متى توج فريق مولودية قسنطينة لكرة القدم بلقب بطولة القسم الوطني الأول؟ وفي أي سنة سقط الفريق إلى القسم الوطني الثاني؟ للإجابة على هذا السؤال والحصول على ألبسة تير سبور اتصلوا بنا على هذين الرقمين. بدلة رياضية أخرى من الطراز الرفيع في انتظاركم من إهداء مؤسسة تير سبور للألبسة الرياضية، نظير إجابتكم على السؤال الثالث الذي يقول: كم هو عدد البطولات والكؤوس الوطنية التي توج بها فريق مولودية وهران لكرة القدم؟ اذكر السنوات فقط، نحن في انتظار مكالماتكم. وعلى ما اظن والضيوف الكرام اللي راهم حاضرين معنا اليوم وفقوني، الاسئله سهله وبامكانكم الاجابه عليها والفوز بهذه الهدايا القيمه جدا. العاب اولمبياد اتلانتا 96. معنا رئيس وفد جانات لكره القدم، اهلا بك السيد طواري، اهلا بكم الى هذه الحصة. ونرحب كذلك بالمناسبة بكل سكان الجنوب الجزائري العزيز علينا. إذا مع عملية السحب تفضل السيتواري إذا كان ممكن اختار. صح، بارك الله فيك. قبل ما نختار نهنوا الفرق اللي نجحت هذه السنة، كل فرق مولودية وهران نعم، وثلاثة فرق اللي راهم قعدوا للقسم الوطني الأول، ونتمنى ان احنا مازال نحن توصلوا الى المستوى هذا ان شاء الله باذن الله. باذن الله بما ان الامور انا نشوفوا بان الامور بدات تغير. نعم بدات تغير، ونشوفوا باللي وزاره الشباب والرياضه اسمت نشكروا السير وزير الشباب والرياضه اللي راه قبل هذا اليوم راه عاوننا بالفعل في نهوض جدي بالرياضه في الجنوب، ونتمناو ان شاء الله العوده لهذا التراب العزيز علينا جدا. او احنا رانا متواجدين هذه الايام هذا كمنتخب بلدية جانب لاجراء بعض المقابلات، وهذا بمساهمه الشركه الوطنيه لاس هي اللي عاونتنا باش اتنقلنا لحضور في كأس الجمهورية وإجراء بعض المقابلات الودية مع بعض الفرق. يعطيهم الصحة كل الناس اللي ساعدوكم. إذا تفضل مع عملية. بارك الله فيك. نعم. شوف السيطواري شكون اللي إذا نشوفوا الإجابة. الإجابة خاطئة. اختار ورقة أخرى من فضلك. نعم، إذن مع الإجابة الثانية اللي اختارها السيد طهري. عفوا، السؤال الأول الإجابة على السؤال الأول صحيح. 1896 أول سنة جرت فيها الألعاب الأولمبية. ثم السؤال الثاني: في أي سنة تحصلت الجزائر على أول ميدالية ذهبية؟ سنة 1992. الإجابة هي لمسلم جمال الدين من مدينة الزهور البليدة. هنيئا لك يا مسلم من البليدة على هذه التذكرة. إذا قلت مسلم جمال الدين. شكرا سيد طواري. سأحتفظ بهذه الورقة للسيد عزوك. أذكر فقط جمهوري الكريم والمتتبعين لمسابقة أتلانتا 96 بأن رقم الهاتف للجنة الأولمبية 92 33 92 94. إذا كان ممكن يا طارق 92 33 92 94.
هذا بالنسبة للفائزين بعملية السحب للمسابقة 92 33 92 94. الاتصال بالسيد عزوق واللجنة الأولمبية لقصد الحصول طبعا على هذه التذاكر الأربعة. شكرا سيد طهري، مرحبا بكم عندنا، مرحبا بكم مرة أخرى وفي كل وقت. صح، شكرا، بارك الله فيك. إذا الآن لاباس أن نتوجه أو قبلها لكي لا ما يتقلقوش علينا الضيوف الكرام اللي راهم حاضرين معنا كثير، على رأسهم السيد محمد شريف حناشي. لا بأس نتوجه نحو رئيس شبيبة القبائل السيد محمد شريف حناشي إذا كان ممكن، أو قبلها قبل أن أصل إليه لا بأس أن نتعرف على سؤال الحصة مرة أخرى. حصة أرقام وتعليق لنهاية الموسم تقترح عليكم ثلاثة أسئلة للحصول على جوائز قيمة من إهداء مؤسسة تير سبور للألبسة الرياضية ووكالة جميلة سفر للسياحة. السؤال الأول يقول: من كان هداف بطولة القسم الوطني الأول لسنتي 1965 و1972؟ إذا تمكنتم الإجابة على هذا السؤال يمكنكم الحصول على رحلة استجمامية لمدة أسبوع إلى إسطنبول لشخص واحد مع التكفل الكامل، وهذا من إهداء وكالة جميلة سفر للسياحة. اتصلوا بنا على هذين الرقمين. لحد اللحظة لم يتمكن أحدكم الإجابة على أسئلة الحصة، نحن دائما في انتظاركم. على كل عملية السحب والتذكرتين الأخيرتين معنا السيد تير سبور من قسنطينة وهو ممول الحصة. شكرا جزيلا سيد تير سبور على كل ما قدمت من الحصة. وكذلك معنا السيد كمال سيلكت سبور، شكرا جزيلا لكل ما قدمته لحصة أرقام وتعليق والمساعدة لإيده. إذا مع مباشرة مع عملية أو قبلها سيد تير سبور، وش هو الدافع اللي خلاك باش يعني تساهم في حصة أرقام وتعليق؟ الدافع تاعي أنا كرياضي قديم ونحب الرياضة، احنا نديروا هذه الحصة هذه باش تنجح ماشي تاع التلفزيون وحده تاع جميع الجزائريين. يعطيك الصح. تنجح الحصه تاع حصه رياضيه، وحنا نساهموا بكل يعني من قريب ومن بعيد في الرياضه باش تتطور شويه، وماشي غير في كره القدم، في العاب القوى، في الهدايا. جبتوا الهدايا جبتوا مش فرق الفريق المولودية قسنطينه فقط؟ هذه ماشي غير مولودية قسنطينه، ملاح حسين داي، وليدات مستغانم، مولودية وهران، و صاحب كل صراحه لذات الكاس الجمهوريه. كل صراحه انت من مناصري الموك او سياسي؟ انا سياسي. انا سياسي. صح. اذا نسمعوا سي كمال سيلكت سبور. يعطيكم الصحه سيلكت سبور لانكم قدمتم الكثير لحصه ارقام وتعليق خلال هذا الموسم. كلمه سي، وش هو الدافع اللي يخليك دائما تساعدوا الفرق وكذلك حصه ارقام وتعليق وكذلك حصه ملاعب العالم لزميلي حافظ الرجي؟ على كل حال احنا في خدمه الرياضه، هذا الدافع الذي ادانا باش نقدموا هذه المساعدات. وباسم شركة سيلكتراسبور أقدم لكم تحيات وخاصة إلى السيد الوزير، وخاصة إلى فريق الفائز بالكاس والفريق نصر سنداي والأبطال الثلاثة. يعني الأبطال الثلاثة طبعا قسنطينة مستغانم. يعطيك الصحة سي كمال. مباشرة ما نساوش نحييو جميلة سفر والسيد عبد الكريم كعوش اللي راه موجود معنا، تحية خاصة لجميلة سفر كذلك. إذا تفضل سي تير مع عملية السحب. كذلك سي كمال في نفس الوقت، وهما قلت التذكرتين الأخيرتين. نعم قطوش مراد من قسنطينة، تشاء الصدف يا سيتير سبور. نعم من قسنطينة تشاء الصدف. نذكر الاسم قطوش مراد من قسنطينة، لكنه السؤال الثاني خاطئ، الإجابة على السؤال الثاني خطأ. يا سي عزوق من كان من الواجب أن تحط لنا الإجابات الصحيحة فقط، ولكن معليش تفضل السحب مرة أخرى. هذا السؤال الأول 1992 صحيح، والسؤال الثاني 1896. الاسم إذا الاسم عين تركي. نعم من عيون الترك البويرة، ولاية البويرة، بالقايد عمر. بالقايد عمر الفائز قلت بالسحب الثالث. الإجابة صحيحة في هذا السحب من تيسنسيل. إذا السيد بودينا
عبد القادر، بودينا عبد القادر. ولا بأس أن أذكر برقم الهاتف للجنة الأولمبية 92 33 92 94. مع نهاية الحصة سنذكر بالأسماء الفائزة بتذاكر أتلانتا. قلت 96. هناك عملية سحب أخرى ستتم للعشرين من الآخرين، وهدايا أخرى ستتم مباشرة أو بعد قليل. سنعود لهذا السحب.